أكد الدكتور ياسر حورية عضو القيادة القطرية للحزب برئيس مكتبي التربية والطلائع القطريين أن دماء الشهداء ستبقى منارة للعزة والكرامة والإباء، وأن سوريا مصنع البطولات والشهادة، وأن أبناء سوريا وجيشها الباسل سيدحرون عصابات الغدر والإرهاب بقيادة وقدرة قوات الجيش العربي السوري ووعي الشعب وإدراكه لحجم المؤامرة الكونية للنيل من صموده وعزته وشموخه. جاء ذلك خلال حضور الدكتور حورية ملتقى مدرسة بيقة لطلائع البعث بمدينة القرداحة، وتم خلاله تكريم أسر وذوي الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة وشموخ وكبرياء سوريا الغالية. عندما نكرم أسر الشهداء إنما نرد بعض الكرم، فشهداؤنا هم الكرماء، وهم من قال فيهم القائد الخالد حافظ الأسد أنهم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تخوض معركة الحق ومعركة الدفاع عن الوطن وعن الدولة وحماية المواطنين. تحية لهم لإنجازاتهم الكبيرة، لصمودهم الرائع على مدار العامين الماضيين، وللإنجازات الكبيرة التي تحققت على أيديهم في الآونة الأخيرة، وهذا ما يبشرنا إن شاء الله بالنصر الأكيد. وبعدها قدم الطلائعيون من الوحدات الطلائعية المشاركة من المدينة والريف فقرات فنية تربوية وطنية جسدوا من خلالها حبهم لوطنهم ووعيهم وإدراكهم لإبعاد الهجمة الشرسة والمؤامرة الكونية التي يتعرض لها بلدنا الحبيب سوريا. وفي مبنى فرع حزب الباس العربي الاشتراكي التقى الدكتور حورية قيادات الفرع في المدينة والجامعة والشعب الحزبية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية بحضور أميني فرعي الحزب وسليمان الناصر محافظ اللاذقية ورئيس الجامعة. وضح فيه الأوضاع على الساحة السورية بشكل عام وما يقدمه الجيش العربي السوري من بطولات وتضحيات وإنجازات على الأرض ضد العصابات الإرهابية التكفيرية المدعومة من دول غربية وعربية خدمة للكيان الصهيوني وبتخطيط أمريكي، لافتا إلى دور وموقف روسيا والصين الداعم والثابت تجاه ما يجري في سوريا من مؤامرات وخطط تستهدف النيل من صمودها وكبريائها.